زيارة اليوم سيد وزير السياحة أكيد معنا رفقه السيد سعد سفير الولايات المتحدة أكيد الإعلان على أهم برنامج في العلاقات التعاون مع الجانب الأمريكي وخاصة في المجال السياحي. وكان سعد سفير معنا والسيد الوزير معنا أعلنوا على البرنامج هذا. أكيد احنا كجهة معنا فما رمزية كبيرة في الإعلان على البرنامج هذا من ولاية القصرين تحديدا من موقع الأثري سميتلا اللي هو يستعد لتصنيفه عالميا في التراث العالمي. أكيد تم الانتهاء من عملية تسجيله في اللائحة التمهيدية للتراث العالمي. ولاية القصرين معنا في الجانب السياحي أكيد مازال عديد الصعوبات اللي تشكوها خاصة معنا تحديات سيما في الجانب الأمني اللي تحسن برشا مقارنة بالسنوات الماضية. وأكيد هذا معنا صار مجهود كبير من الحكومة التونسية في مجال مكافحة الإرهاب بصفة خاصة. ولكن احنا كولاية عديد المقاومات التنمية الأخرى وخاصة إذا نشوفوا تقريبا ثلثي الآثار معنا والمخزون الأثري موجود على مستوى ولاية القصرين من غير ما ننساو المخزون الغابي. وأكيد الولاية تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحات الغابية والسياحة الغابية إذا كان ربطوها بعديد العناصر الأخرى وخاصة في مجال التشغيل ومجال التنمية. نلقاو أنه المخزون ينجم يكون معنا خاصة مع تحسن معنا الجانب التشريعي في استغلال والاستغلال الوقتي للمساحات معنا الغابية. يمكن برشا شباب الجهة خاصة في بحث عن مواطن الشهور وتنمية الجهة متاعهم أكيد فما حراك كبير على المستوى هذا. وبطبيعة احنا دورنا انه الجهة ولاية القصرين تكون في وسط الخارطة معنا السياحية.